بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبر خاص بوزارة التموين نزل النهاردة على موقع اليوم السابع، والخبر بعنوان التموين تعلن عن إتاحة خدمات إضافية لمستحق الدعم بمنتصف إبريل، استخراج بطاقات جديدة إلكترونية للفئات ذات الدخل المنخفض، وأيضا إضافة المريد الجدد للأسرة الأولى بالرعاية بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة. ده كان عنوان الخبر واللي نازل بتاريخ يوم الجمعة 2 ابريل 2021، يعني الخبر ده نزل النهاردة على موقع اليوم السابع زي ما هو قدام حضراتكم كده بالظبط. طيب نيجي بقى لتفاصيل الخبر، نعرفها مع بعض واحدة واحدة. هنا تفصيل خبر: تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإتاحة خدمات جديدة على موقع دعم مصر خلال الأيام المقبلة ومن المقرر منتصف شهر ابريل الجاري. أهم هذه الخدمات ايه بقى؟ استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية، وايضا اضافه المواليد الجديده للفئات الاكثر احتياجا وذات الدخل المنخفض بالمرحله الاولى، في اطار تسهيل الحصول على اصحاب البطاقات المستفيدين من منظومه الدعم على الخدمات بكل سهوله ووسع، خاصه بعد نجاح الوزاره بقياده الدكتور علي مصلح وزير التموين في تفعيل العديد من خدمات بطاقات التموين الكترونيا خلال الفتره الماضيه، وهي استخراج بدل تالف وبدل فاقد او فصل اجتماعي للفرد المتزوج وما زال مقيدا على بطاقة تموين اسرته، حيث يحق له الفصل من بطاقة الاسرة واستخراج بطاقة تموين خاصة به، وكذلك تفعيل خدمة نقل البطاقات من محافظة الى اخرى، وكذلك اتاحة خدمة استخراج بطاقة تموين جديدة لمن ليست له بطاقة لاصحاب الدخل المنخفض او اصحاب المعاشات المنخفضة وفقا للقواعد المنظمة. دي الجزئية الأولى في خبر النهاردة، واللي بتتكلم فيه إن وزارة التموين بتستعد لإتاحة خدمات جديدة على موقع دعم مصر. ويا جماعة ناخد بالنا بقول موقع دعم مصر، لأن الموقع ده مهم جدا جدا في خدمات التموين، وفي جزئية في آخر الفيديو هنعرفها مع بعض ليه مهم هذا الموقع. الخدمات دي اللي هي الناس اللي هي عاوزة حصل لها مشاكل، مثلا حصل البضاعة باظت أو اتكسرت أو ضاعت، لو بدل تالف بدل فائد ممكن هو يعمل هذه الخدمة من على موقع دعم مصر. وكمان اللي هو عايزين من محافظه للتانيه ويعمل فصل اجتماعي، او حتى لو معهوش بطاقه خالص لسه اسره جديده معهاش بطاقه ممكن تعمل بطاقه جديده برده من على هذا الموقع. طب نكمل بقى الجزء الثاني من الخبر عشان نعرف ايه هو اللي قالته وزاره التموين النهارده. ده على لسان الدكتور عمرو المذكور اللي هو مستشار وزير التموين التكنولوجيا ونظم المعلومات، في تصريح خاص اليوم السابع قال انه جالي اتاحة العديد من الخدمات الالكترونية على موقع دعم مصر، وكذلك من خلال مكاتب التموين المطورة وبوابة مصر الرقمية، مثل اتاحة استخراج بطاقة التموين جديدة لمن ليست له بطاقة تموين، وذلك للفئات الاولى بالرعاية وذات الدخل المنخفض. كما سيتم ايضا اتاحة اضافة المواليد الجديدة للفئات ذات الدخل المنخفض والاولى بالرعاية بحد اقصى 4 افراد للبطاقة. وفي مثال هم حاطينه هنا، مثلا منهم زوج وزوجة وعدد 2 من الأبناء. فمثلا لو الأسرة اللي هتسجل دي هي 3 أفراد على البطاقة، يعني مثلا الزوج والزوجة هنا هيحط مثلا ومعاه مثلا ابن واحد، أوكي هنا قلنا هنا البطاقة 4 أفراد، ممكن هو يضيف في فرد الرابع برضو على موقع دعم مصر، أو لو الأسرة دي برضو يعني مثلا الزوج والزوجة بس ممكن هنا يضيف أي حد من الأبناء لو عنده مثلا ولدين كمان ممكن برضو يضيفهم بحد أقصى 4 أفراد، يعني 4 أفراد يعني الزوج والزوجة وأحد واتنين من الأبناء حسب عدد أبنائه، وهم برضو في الآخر بتوعه كلها بحد أقصى 4 أفراد. الجزء اللي بعديه في الخبر، وأضاف الدكتور عمرو مذكور في تصريحات يوم السابع إن إتاحة إضافة المواليد الجديدة خلال الأيام المقبلة ومن المقرر منتصف إبريل، يعني إن شاء الله يكون في 15/4، يأتي في إطار حرص الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على التوسع في مزاره الحمايه الاجتماعيه للاسر الاولى بالرعايه من خلال الاستفاده من صرف السلع المدعمه لابنائهم بقيمه الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقه، وهو ال50 جنيه شهريا بجانب صرف الخبز المدعم. نيجي بقى لجزئيه الاخيره في خبر النهارده، ودي جزئيه مهمه جدا هنتكلم فيها انا قلتها في بدايه الفيديو. على جانب اخر، تستمر وزاره التموين في استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر لأصحاب بطاقات المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وذلك في إطار الحرص على تيسير وإتاحة كافة الخدمات التموينية للمواطنين بسهولة ويسر، وإن عدم تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر لن يضر أي مواطن أو مستفيد من منظومة السلع التموينية، ولكنه سيحرم المواطن يعني كان المركز يا جماعة، لكنه سيحرم المواطن نفسه من بعض المميزات
وهي إتاحة الحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا مثل استخراج بطاقات بدل التالف والفائض، وكذلك تغيير المحافظة لأخرى. وإنه بمجرد دخول صاحب البطاقة على موقع دعم مصر وكتابة رقم محمود فإنه تتم مراجعة الرقم مع الجهات المعنية في الحال للتأكد من أن رقمه مسجل باسم صاحب البطاقة لدى شركات المحمود أو باسم أحد أفراد الأسرة المقيدين على نفس البطاقة، وأنه في حالة تبين الرقم صحيح يتم تسجيله فورا لصاحب البطاقة. الجزئية الأخيرة دي بمعنى يا جماعة إن إحنا من الضروري جدا جدا إحنا نسجل على موقع دعم مصر، نخش نحط الرقم بتاعنا عليه في موقع دعم مصر. وكمان إيه الفايدة من إن أنا أسجل على موقع دعم مصر؟ أنا النهاردة معرض إن أنا يحصل البطاقة بتاعتي تضيع تتكسر، يحصل فيها تلف أو تضيع مني، أو إن أنا عاوز أضيف المواليد خاصين بأبنائي. هنا لما بسجل على دعم مصر هنا بحط رقم الموبايل بتاعي، بس يكون مسجل في احد شركات المحمول، يكون باسمي انا ومسجل، او لو انا رقم مش متسجل ممكن مثلا زوجتي متسجله برضو في اي شركه مش شركات المحمول، ممكن اسجلها هي احط رقمها هي، او حد من ابنائي، مهم احد يعني اي حد من اللي بيصرف في نفس البطاقه يكون مستفيد منها وبيصرف بالفعل، احط اي رقم تليفون منهم علشان لو حصل اي ظروف محتاج انك تطلع بدل تالف، تطلع بدل فائض، تسجل مواليدك، تقدر من على موقع دعم مصر على الكمبيوتر عندك في البيت او من خلال اي سايبر او من الموبايل بتاعك، تقدر تسجل في ثواني وما تروحش ولا اي مشوار ولا في اي مجهود عليك. ودي خدمه الوزاره بتقدمها لنا، احنا يا ريت نستفيد منها، وكل المطلوب ان احنا نسجل رقم التليفون زي ما احنا قلنا في الخبر، ودي الاستفاده من التسجيل على موقع دعم مصر، واحط رقم الموبايل على شيء اتاكد ان هو فعلا يكون باسمك في احد شركات المحمول، وتستفيد من هذه الخدمات ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان، وده كان موضوعنا النهاردة، وإن شاء الله المواضيع تانية جديدة في الخدمات العامة تخص حضراتكم. لكن برضو في النهاية نختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو هذا الفيديو عجبك طبعا ما تنساش دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل، وإن شاء الله مع خبر جديد يهم حضراتكم. كان معكم أبو الأنصاري، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.